بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أنا دكتور محمد أبو الطيب، ألتقي معكم في الجزء الثاني من المحاضرة الخاصة بعرض أنواع التحديثات والتطويرات التي دخلت على صناعة الألواح الشمسية السيليكونية. ترون أمامكم محتويات هذه المحاضرة. في المحاضرة السابقة عرضت للبايفيشيال والبيرك والبايفيشيال بيرك سولار سيل. اليوم سأعرض لأربعة تقنيات أخرى يمكن أن نجدها في الأسواق المحلية العربية والعالمية. مثلت هذه التقنيات قفزة مهمة وكبيرة في صناعة الألواح الشمسية، وهذه التقنيات هي أنصاف الخلايا الهالف كات سولار سيل، وخلايا نوع الأنتايب والمولتي باس بار، وألواح الهيتراجنكشن. ابتدأ أولا بالهالف كات سيليكون سولار سيل. هذه ليست في الحقيقة تقنية جديدة، الجديد فيها هي قطع خلايا الشمسية مربعة الشكل إلى نصفين باستخدام تقنيات الليزر. عملية القطع هذه توفر فوائد كثيرة من ناحية إنتاجية اللوح، من أهمها زيادة الإنتاجية وتحسين متانة الخلايا الشمسية من الناحية الفيزيائية مقارنة بنظيرتها التقليدية، لأنها أصغر من الخلية التقليدية، لذلك فهي أكثر مقاومة للتصدع وحدوث الشقوق. في الخلية الشمسية يتم فقدان القدرة المنتجة من خلال حركة الإلكترون خلال مادة الخلية والتوصيلات الكهربائية فيها. هذا الفقدان يوصف نظريا بالعلاقة Losses Power تساوي Resistance R في مربع التيار I square. لذلك أي تخفيض مهما كان بسيط في التيار سيعني تخفيض مهم وواضح في القدرة التي نخسرها. من هنا تأتي فائدة قطع الخلية على نصفين، إذ سيؤدي ذلك إلى تقسيم قيمة التيار على اثنين، أي أننا سنحصل على نصف التيار المار في الخلية الكاملة. هذا يعني أننا سنقلل الخسائر الحادثة في الخلية إلى ربع قيمتها الأصلية، وبذلك وفرنا على أنفسنا خسارة 75% من الخسارة في الخلية الأصلية، وهذه نتيجة مهمة للغاية. كذلك فإن الخلايا الأصغر ستكون أكثر مقاومة للميكانيكال ستريسز، وتقليل احتمالية نشوء المايكرو كراكس أو التشققات الصغيرة فيها، والتي ستكبر مع الزمن معرضة الخلية للتلف، وهذا أيضا مكسب مهم لمستخدمي هذه الألواح. ولفهم كيف تعمل أنصاف الخلايا هذه وكيفية ترتيبها في اللوح الشمسي، علينا أولا التذكر أن الفولتية لأنصاف الخلايا هي ذات الفولتية للخلايا الأصلية، ولكن قيمة التيار تم تنصيفها إلى نصفين، نصف خلية ستنتج نصف قيمة التيار الذي تنتجه الخلية الأصلية ونفس قيمة الفولتية التي تنتجها الخلية الأصلية. وطبعا من المعروف أن ربط التوالي يزيد الفولتية ويبقي على قيمة التيار ثابتة، بينما الربط على التوازي سيزيد قيمة التيار ويبقي قيمة الفولتية نفسها. أمامكم شكلين يوضحان كيفية ربط أنصاف الخلايا معا لتكوين اللوح الشمسي مقارنة بربط الخلايا الأصلية لتكوين اللوح الشمسي. ترون أولا ربط مجموعة من الخلايا معا على التوالي لتكوين الصف الذي ترونه مرقما بالرقم 1، ومربوط مع هذه الخلايا باي باس دايود على التوازي كما هو معروف، يعطي هذا الصف فولتية بمقدار V وتيار بمقدار I. الآن سنقوم بربط نصف العدد الأول من أنصاف الخلايا معا على التوالي لتكوين الصف رقم 1، ونربط هذا الصف على التوازي مع الباي باس دايود. الفولتية المنتجة هنا هي V، والتيار المنتج هو نصف I. في ربط آخر سنربط نصف العدد الثاني من أنصاف الخلايا معا على التوالي لتكوين الصف رقم 4، وهو مربوط أيضا مع الباي باس دايود على التوازي. الفولتية الآن هي V، ولكن التيار هو نصف I أيضا. لو قمنا بربط الصف رقم 1 مع الصف رقم 4 على التوازي سنحصل على فولتية هي نفسها V، بينما سيكون التيار هو I، لأنه في ربط التوازي التيار الناتج هو نصف I زائد نصف I يساوي لي I. هذا الترتيب في الربط ترتيب ذكي، لأنه لو تم ربط السلسلتين 1 و 4 على التوالي مثلا تحصلنا على ضعف الجهد وبقاء قيمة التيار على حالها نصف التيار الأصلي، وهذا طبعا سيغير كل مواصفات الربط الكهربائي للوح الشمسي. على هذا فالمواصفات الكهربائية للوح الجديد المكون من أنصاف الخلايا هي ذاتها للوح الأصلي المكون من الخلايا الكاملة، لذلك لا توجد أي حاجة لأي إجراءات أو تغييرات في التصميم الكهربائي، ذلك أن في المحصلة أصبح لدينا ذات الجهد الفولتية وذات قيمة التيار. ترون أمامكم لوحين شمسيين مكونين من نفس نوع الخلايا الشمسية،
ولكن اللوح في اليسار مكون من خلايا شمسية كاملة، بينما في اليمين مكون من أنصاف خلايا. في النهاية ما حصلنا عليه من جهد وفولتية هو ذاته، وبالنتيجة حصلنا على ذات الفولتية الأصلية. المظهر الخارجي لألواح نصف الخلايا مظهر مميز وواضح، ويمكن تمييزه بسهولة عن الألواح التقليدية. فالوجه الأمامي لها يضم النصفين معا كما ترونه في الصورة على اليسار. أما الصورة في الوسط فيها الوجه الخلفي للوح، ويمكن أن تروا كيف تختلف صورة الجنكشن بوكس له عن الجنكشن بوكس التقليدي. أما المخطط على اليمين فهو مخطط ربط الكهربائي لأنصاف الخلايا، 6 صفوف كل 3 منها في نصف من أنصاف اللوح. انخفاض قيمة التيار المار بالخلية الجديدة إلى النصف بدل قيمته الأصلية لا يحسن الخسائر فقط، وإنما يزيد الكفاءة الكلية للخلية الشمسية، خاصة في وقت ذروة الإشعاع الشمسي الساقط عليها، وهذا بالتالي سيحسن عامل الملء الفول فاكتر للخلية، وهذا كله سيصب في زيادة الكفاءة بمقدار 1.5 إلى 3% من الكفاءة الأصلية، وطبعا هذا رقم مهم لا يمكن تجاهله. يمكن إجمال الفوائد العامة التي نحصل عليها من تنصيف الخلايا بمعين: زيادة الكفاءة الكلية Over Efficiency، وهذا ما سينعكس على الإنتاجية الكلية للخلية ومن ثم اللوح الشمسي، وطبعا مع ارتفاع الإنتاجية سنحتاج إلى مساحة أقل مما نحتاجه مع الألواح الأصلية، وأيضا ستنخفض الكلفة لكل كيلوات أور منتج بواسطة هذه الألواح. أما أهم مشاكل هذه الألواح فهي ارتفاع كلفتها بسبب استخدام منظومة الليزر للقطع، ويمكن أن تنشأ في بعض الحالات عيوب defects بسبب عملية القطع، والتي يمكن أن تؤثر لاحقا على الإنتاجية. أمامكم data sheet للوح شمسي منتج، سأعرض الخصائص الأساسية في ضوء ما سبق لي عرضه في المحاضرة السابقة والمحاضرة الحالية. ترون أولا أن اللوح من نوع البايفيشيال سولار بانل، كفاءته تصل إلى 20.68%، إنتاجيته تصل إلى 460 واط، ويحتوي على 144 من أنصاف الخلايا المصنعة من المونوكريستالين وفق تقنية البيرك. واللوح من نوع البايفيشيال كما ترون في الجزء الأسفل من الشكل أمامكم، يعمل بالاستفادة من الإشعاع الشمسي المباشر Direct Normal Radiation، وكذلك مركبة الديفيوز راديشن والألبيدو أيضا. الميزة المهمة هنا هي مسألة التعرض للظلال. في الألواح العادية تعرض نصف اللوح للظل يعطل اللوح بأكمله أو بنسبة كبيرة منه، بينما هنا تعرض نصف اللوح يعني خسارة إنتاجية نصف اللوح فقط وليس كل إنتاجية اللوح كما ترون ذلك في الجزء الأسفل من الشكل أمامكم. يمكن أن تلاحظوا هنا كيف ارتفعت الإنتاجية من 435 واط إلى 460 واط، ولو حصلنا كلامنا على ألواح بإنتاجية 435 واط لاحظوا كيف ارتفعت قيمة التيار I short circuit إلى 11.45 أمبير والI maximum power إلى 10.5 أمبير والكفاءة إلى 19.56%. ننتقل الآن إلى تطوير آخر من تطويرات الألواح الشمسية، وهو صناعة الألواح الشمسية على أن تكون من نوع الـN-type solar panel أو solar cell، وليست الـB-type الشائعة التي اعتدنا العمل عليها. يتم صناعة هذه الألواح على أن الجزء الرئيسي هو السيليكون المشوب بالبورون الثلاثي B-type، لذا فهو سيكون موجب الشحنة أي غني بالفجوات، وهناك جزء علوي رقيق يضم سيليكون مشوب بالفسفور الذي يضم 5 إلكترونات الـN-type، وهذا يعني أنه غني بالإلكترونات، وهذا صلب بنية الـPN junction المبني على استخدام الـB-type silicon. يمكن اعتبار الخلية الشمسية بمثابة PN junction واسع المساحة، ويوضح الشكل أمامكم التكوين التقليدي للوح شمسي من نوع الـB-type. أما الخلايا الشمسية based on N-type فهي تقنية معاكسة لما سبق. اللوح هنا based on silicon مشوب بالفسفور أي N-type، تعلوه طبقة رقيقة من الـB-type. من الناحية التاريخية كانت الخلية الشمسية الأولى التي تم تصنيعها هي خلية من نوع الـN-type، ولكن لأن التطبيق الأول لهذه الخلايا كان في التطبيقات الفضائية تم التحول إلى الـB-type based solar cell لأنه أكثر مقاومة لعوامل التدهور بسبب الإشعاع أثناء استخدامه في الفضاء الخارجي من خلايا نوع الـN-type. والشكل أمامكم يوضح مخطط لخلية من نوع الـN-type، حيث ترون أن الأساس فيها هو مادة الـN-type silicon، بينما البي تايب سيليكون هنا ليس إلا طبقة رقيقة تعلوها. لا تتصوروا أن عملية إبدال مواقع البي تايب والإن تايب في الخلية أمر ثانوي وغير ذي أهمية، إذ أنه سيؤثر بشكل كبير على أداء الخلية وطبيعة التفاعلات الأساسية فيها. فخلايا الإن تايب سيليكون أعلى كفاءة من خلايا
البي تايب سيليكون بسبب غنى طبقة الان بالالكترونات. والسبب الثاني يعود الى ان خلايا الان تايب لا تعاني من البي اي دي بوتنشال انديوس ديجريديشن، والذي ينشأ من تفاعل الاكسجين مع البورون في طبقة البي تايب. الاكسجين هنا يأتي من البودقة التي ينصهر فيها السيليكون. تفاعل اكسجين بورون يؤدي الى خفض كفاءة الخلية المستمر وبالتالي خفض الانتاجية. كذلك فإن هذه الخلايا لا تعاني الـ LID Light Induced Degradation الذي تعانيه الألواح الشمسية عند بدء اشتغالها. التكلفة بشكل عام متقاربة بين خلايا نوع الـ B-Type والـ N-Type، ولكن هناك بعض الكلفة الإضافية في حالة الـ N-Type. أمامكم إعلان لأحد الشركات تعلن فيه أن كفاءة لوح الـ N-Type من نوع Multi Crystalline أو سيليكون متعدد Polycrystalline تبلغ 23.81%، وهذا رقم كبير بكل المقاييس. أما شركة لونجي أعلنت عن تطوير خلية من نوع الانتايب أحادي التبلور ومن نوع البايفيشيال لتبلغ كفاءتها 25.09%، وهذا رقم كبير آخر. وأمامكم مخطط مقطعي لهذه الخلية. ترون هذه الأرقام العالية للكفاءة. ما كان لدينا القدرة للوصول لها في التقنيات القديمة لصناعة الخلايا الشمسية. وهذا المخطط يوضح زيادة الانتاج من الخلايا من نوع الانتايب مع السنين، والمحور الصالي يشير إلى قدرة الألواح المنتجة مع المحور الصيني الذي يمثل السنوات. يمكن أن تروا هنا زيادة كبيرة وواضحة خلال فترة صغيرة نسبيا، وهذا مخطط يوضح نمو حصة ألواح الانتايب في سوق الألواح الشمسية مقارنة باقي الأنواع. ما يهمني هنا هو الزيادة المتوقعة لحصة ألواح الانتايب، فهي زيادة مهمة. أصل الآن إلى نوع آخر من تقنيات صناعة الألواح الشمسية. وقبل أن أشرح لكم أساس هذه التقنية، لنراجع معا واحدة من أهم المشاكل التي تواجهها الألواح الشمسية في أثناء عملها، وهو تأثير ارتفاع درجات الحرارة على إنتاجية الألواح الشمسية من الطاقة الكهربائية. لدينا هنا نوع من التناقض، ذلك أن أشد الألواح تأثرا هي ألواح من نوع المونوكريستالين، ثم يليها البوليكريستالين، وأحسنها في هذا المجال هي الألواح المصنوعة من الأمورفوس سيليكون، والتي هي في حقيقتها ثين فيلم أي أغشية رقيقة من السيليكون. في مقابل هذا فإن أفضل الألواح من حيث الإنتاجية هي المونوكريستالين، ومن ثم البوليكريستالين، والأسوأ من حيث الإنتاجية هو الأمورفوس سيليكون. طيب ماذا يحدث لو جمعنا المونوكريستالين سيليكون مع الأمورفوس سيليكون في تركيب خلية واحد؟ وهذا ما تم فعلا، فعلى أساسه تم صناعة ألواح من نوع الهيتروجنكشن سيليكون سولار سيل. إذ يتم صناعة هذه الألواح من كتلة أساسية مصنوعة من السيليكون البلوري سواء كان أحادي أو متعدد التبلور، تغلف بطبقة من الثين فيلم غشاء رقيق من السيليكون العشوائي الأمورفوس سيليكون. بهذا الشكل جمعنا محاسن التركيبين البلوري والعشوائي، حافظنا على إنتاجية عالية باستخدام السيليكون البلوري، وحسننا كثيرا من تدهور الخلية مع ارتفاع درجة الحرارة بتغليف ذلك السيليكون بثين فيلم من السيليكون العشوائي. والحقيقة أن النتائج التي حصلنا عليها من هذه التركيبة نتائج مميزة للغاية، ولإظهار هذه النتائج سأعرض لكم جزء من الديتا شيت لأحد الألواح من نوع الهيتروجنكشن الذي تصنعه شركة باناسونيك، والذي ترون صفحته الأولى من الديتا شيت أمامكم، وهي ألواح من نوع البايفيشيال سولار بانل. في هذا الديتا شيت لاحظوا أن معدل التدهور الحراري التمبيتشر كوفيشنت للقدرة البي ماكسيموم هو ناقص 29% لكل درجة مئوية، وهذا رقم رائع بكل المقاييس. وحتى تدركوا أهمية هذا الرقم، تذكروا أن حدود هذا العامل بالنسبة للألواح الشمسية من نوع المونوكريستالين هي بحدود ناقص 40% لكل درجة حرارة إلى ناقص 45% لكل درجة حرارة. وأمامكم ديتا شيت لأحد الألواح الشمسية، قيمة التمبيتشر كوفيشنت للقدرة هو ناقص 45% لكل درجة حرارة. إذا أعطتنا تقنية الهيتروجنكشن تحسينا مهما في الإنتاجية في ظل الأجواء الحارة، دون الحاجة إلى استخدام تقنيات التبريد والتي هي في الأساس غير مفيدة في المشاريع الإنتاجية. وهذا مخطط يظهر الاستجابة الطيفية لأنواع مختلفة من الخلايا الشمسية. في الأساس لدينا إشعاع شمسي عند air mass يساوي 1.5. هذا الإشعاع الشمسي لا يدخل بكليته في عمل الخلية الشمسية السيليكونية وإنتاجيتها. يمكن أن تلاحظوا المدى الطيفي لخلية مونوكريستالين سيليكون باللون الأخضر، بينما يخالفه تماما تصرف الأمورفوس سيليكون باللون الأزرق. واللون القهوائي هو حاصل جمعهما معا، وهذا هو تصرف خلية الهيتروجنكشن، بحيث أننا استفدنا هنا من كل الطيف المري في إنتاج الطاقة الكهربائية. والحقيقة أن هذا مكسب آخر يضاف لمزايا ومكاسب هذه الطريقة.
محصلة كل ما سبق هو الزيادة في الإنتاجية، وأمامكم منحنى يظهر الزيادة في الإنتاجية خلية هيتراجنشن مقارنة بخلية تقليدية conventional solar cell. وفي اليوم الذي تمت فيه هذه القياسات كانت نسبة الزيادة في الإنتاجية هي 13%، وهذه نسبة كبيرة. وهذا إعلان لأحد الخلايا الشمسية من نوع هيتراجنشن من نوع البايفيشيال هيتراجنشن بكفاءة 24.1%. وتذكروا أننا هنا لسنا أمام زيادة في الكفاءة فقط، وإنما أيضا أمام تحسين في الإنتاجية مع ارتفاع درجة الحرارة مقارنة باللوح التقليدي. نصل الآن إلى تحسين آخر تم إدخاله في صناعة الألواح الشمسية. استند المطورون للخلايا الشمسية في هذا التحسين إلى التصميم الداخلي للخلية ذاتها، وليس للمواد المستخدمة في صناعتها أو طريقة تعاملها مع الأشعة الشمسية الواصل لها. ما الذي يحدث لو فكرنا بتطوير التصميم الداخلي للخلية وبحثنا عن أشياء فيه يمكن تحسينها وبالتالي تحسين أداء الخلية بالعموم؟ نقطة الاهتمام هنا هي شبكة التوصيلات الكهربائية المطبوعة على الخلية الشمسية. لدينا هنا شبكتين متعامدتين من التوصيلات، هما البس بارز وهي الأكبر والأشد وضوحا، وشبكة الفينجرز المتعامدة معها. تمثل هذه الشبكتين روافد تجمعان التيار الإلكتروني من مختلف أجزاء الخلية الشمسية وتصدره بعد ذلك لخارج الخلية عبر التوصيلات الكهربائية مع الخلية. الآن ما الذي يمكن لنا فعله بهذه التوصيلات وأي تحسينات يمكن لنا إدخالها عليها؟ التطوير الأول هو زيادة عدد الباسبارات، فبدأ الـ 2 باسبار الذي كان في الخلايا التقليدية الأولى زاد العدد إلى 5 باسبارات ووصل الآن إلى 12 باسبار. وفر لنا هذا التطوير تقليل الخسارة الداخلية الحادثة في مسار الإلكترونات في مادة الخلية internal resistance losses حتى وصولها إلى الباسبار، وبالتالي زيادة كفاءة الخلية وإنتاجها. التطوير الثاني هو في شكل باسبار. الشكل التقليدي الذي ترونه على اليسار أمامكم يحجب جزء من مساحة الخلية بما يلقيه من ظلال عليها، وفي نفس الوقت يعكس الضوء الساقط عليه لخارج الخلية، بينما الباسبار الجديد ذو المقطع الدائري يشغل مساحة أقل من سطح الخلية، كما أنه يعكس الضوء الساقط عليه مرة ثانية إلى داخل الخلية ذاتها. أمامكم لوح شمسي يحتوي على 12 باسبار مكون من 60 خلية شمسية من نوع البوليكريستالين ونوع آخر مصنع من المونوكريستالين. وفي تقديم الديتا شيت لهذه الألواح نرى أنها مكونة من 12 باسبار، وهذا ما يؤدي إلى زيادة التيار الكهربائي، كما أن هذه الباسبارات تلقي بظلال أقل على مساحة الخلية، وبالتالي إنتاج طاقة كيلووات أور أكبر مما يتم إنتاجه لكل كيلووات أور مقارنة بالخلايا التقليدية. كذلك فإن استخدام هذه الباسبار يؤدي إلى تدهور ميكانيكي أقل مقارنة باللوح العادي، وبالتالي تشققات أقل وهوت سبوت أقل أيضا. وأمامكم إحدى الألواح بقدرة 450 واط يجمع كل التحسينات والتطويرات السابقة، فهو مصنع من أنصاف خلايا من نوع بايفيشيال مونوكريستالين بيرك، ولم يكن ممكن من قبل هذه التحسينات الوصول إلى مثل هذه القدرة. ليس هذا فقط، وإنما الورنتي له 30 سنة، أي هناك إنتاجية إضافية أكبر مما تعطيه للألواح التقليدية ذات 25 سنة ورنتي. وهذا ما ترونه بالمساحة الصفراء أمامكم، مع ملاحظة أن تدهور الإنتاجية السنوي هو خطي، وتصل الإنتاجية إلى 76% من الإنتاجية الأصلية بعد 25 سنة. كذلك لا توجد أي مظاهر لتدهور الإنتاجية في السنة الأولى من نصب المنظومة الشمسية واشتغالها، على عكس المنظومات التقليدية التي ترون إنتاجيتها باللون الأزرق. وتدهور القدرة بسبب ارتفاع درجات الحرارة لهذا اللوح هي ناقص 354 بالألف بيرسنت لكل درجة حرارة، وهذه قيمة أفضل بكثير مما يمكن أن نعثر عليه لأي لوح من نوع المونوكريستالين تقليدي. أمامكم محاضرة سابقة لي في قناتي في اليوتيوب برقم 111 عن تصنيع خلايا الأنتايب. كانت هذه هي المحاضرة عام 2019، حيث كانت كفاءة بقدرة 25% هدف سعى له كل صانعي الخلايا الشمسية بغية الوصول له، تم الآن بلوغه وتحقيقه. وهذه محاضرة أخرى لي برقم 113 عن الهالف سولار سيل، تقدم معلومات مفصلة أكثر عن هذه التقنية المستخدمة في تصنيع الألواح الشمسية مما ذكرته هنا. وهذه هي محاضرة القادمة إن شاء الله، وستكون الأولى في الفصل السادس من هذه الدبلومة، وستكون مخصصة لعرض الديتا شيت لإنفيرتر يستخدم في المنظومات المعزولة عن الشبكة. أتمنى تكون محاضرتي هذه مفيدة لكم. شكرا لكم، وأتمنى لكم يوم سعيد.